السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد نتحدث فيه عن الجزر. يعتبر الجزر من الخضروات الجذرية متعددة الألوان، فمنه الأبيض والأصفر والأحمر والقرمزي، إلا أن الجزر البرتقالي هو ما ينتشر بشكل كبير حول العالم، ويتميز هذا الجزر بتماسك قوامه وقرمشته لا سيما عندما يكون طازجا، وهو من الخضروات التي تؤكل جذورها في أغلب الأوقات، إلا أن الجزء الأخضر منه قابل للأكل أيضا، ويمكن أن يؤكل دون طبخ أو مطبوخا بطرق عديدة، كما أن البعض يحضر منه عصيرا شهيا. من ناحية أخرى يتمتع الجزر بقيمة غذائية عالية جدا، فهو يحتوي على مادة البيتاكاروتين التي تتحول لاحقا إلى فيتامين ألف، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين جيم ومجموعة من فيتامينات باء مثل فيتامين ب1 وب2 وب3 وب6، كما أنه أيضا غني جدا بالألياف ومعادن الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن فوائده الصحية وقدرته على حرق الدهون. الجزر وحرق الدهون، من المعروف أن الألياف من أكثر وأبرز المواد التي تساعد على فقدان الوزن، حيث تلعب دورا مهما في تحفيز الأنزيمات المسؤولة عن الهضم، مما ينشط من عملية الإيض ويسرعها. هذا بدوره يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة جدا من الطاقة، وبالتالي حرق الدهون بنسبة أكثر. لذلك يعد الجزر من أهم الأغذية التي تساعد في تقليل نسبة الدهون المختزنة في الجسم، كما يحتوي أيضا على الكثير من المواد التي تسهل على الجسم القيام بوظائفه الحيوية على اختلاف أنواعها. من ناحية أخرى يلعب عصير الجزر دورا كبيرا في حرق الدهون، إذ يرفع من نسبة الكتلة العضلية في الجسم، مما يخفض من نسبة الدهون ويقلل من الوزن، بالإضافة أيضا إلى دوره في تثبيط الشعور بالتوتر والاكتئاب. فعند اتباع حمية غذائية معينة ينصح بدمج الجزر مع باقي الأغذية الصحية، وذلك للوقاية من الإصابة بسوء التغذية، فيمكن إدخاله إلى أنواع مختلفة من السلطة أو تحضير أطباق الشوربة الصحية خالية الدسم، كما يمكن أيضا شويه مع قطعة من صدور الدجاج. من فوائد الجزر الصحية المبهرة أنه يعزز عمل جهاز المناعة في الجسم، يقلل أيضا من معدل الكوليسترول في الدم، يسرع من عملية التئام الجروح، يحافظ على صحة اللثة، يحمي من الإصابة بمرض السرطان، يحافظ على ليونة الجلد وحيويته، يقضي على الندب الموجودة عليه، ويعالج انتفاخ جفون العين وإجهادها، ويحمي من مرض العشاء الليلي، ويخفف أيضا من اضطراب الجهاز الهضمي والمعدة، ويعالج الإمساك ومشاكل القولون. يقلل أيضا الجزر من نسبة السكر في الدم، يحد من مخاطر الإصابة به، ويخفض معدل ضغط الدم، يحسن الدورة الدموية في الرأس مما يساعد على نمو الشعر وتقويته، ينشط عمل الكبد ويحسن أنسجته. هكذا انتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفادتكم. انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى. كان معكم الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.